إن شاء الله تعالى وحنكمل الله بين آية ده بقول لحدا إيه اللح إلى آية ده بقول يسديتا من سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى سورة دان علم قادي فرها برنا مركي الدقال كي يحل لقب حي صحابة وحيس ويديين وحنو حقوئين وغين أولا ما أصابتكم مركي إذن كرد عدو إذن أصيبتين مصيبة بلاي ويالب تاسو قد أصبتم آل إذن كنا أصيبتين في الدين مثلها إياد والله والله كان قلتم موحات الهدين أنا حقيب هذا وحن النوغاء هذا قل وحات الهدين هو من عند أنفسكم نفتي نكيمي معنى إذن كأصاب به الدنب قال لتي ماردين بحقي سكيمي مركي إن الله الله على كل شيء قدير شيء الله أركاكي كرويه إنو إذن قرقاره إيه دبات إذن كل عدى الله بضب الله بأبوذله وما أصابكم وحي إذن أصيبي يوم التقى الجمعان لبضى الجماعة مالنتي أي كل مين ومالنتي أحدهاي فبإذن الله إذن كي سويان إذن كإلهي يضع أهولي علم المؤمنين المؤمنين تأينوا ألا أقادوا دبدا أصوى صاروا ألا أقادوا وليعلم إنوا ألا أقادوا الذين كوين نافقوا منافقوا بي سببت وحي أهد مركي لبضى لباتري إذن كل عدي إذن إلهي بأهيد حكمة دا كتيرتين وحي أهيد إنو الله مؤمنين تي منافقين تكالا صوعر حكمة دا سا كتيرتين مركا مركا روحا ليد هو من عند أنفسكم نفتي نقا هذا ماشا نوحا ليد بإذن الله فمعنى هذا حوي من عند أنفسكم ذنب الله من ذنب الصبر بإذن الله نوى إلهي ما ملكي سوء الله باكيني وقدر إرادة الله كنت على الغضاء الله باكيني وعلينا إذن كاد يحقي أنك يمر معنى هذا حوي سبب كان الله إذن الذنب الله من ذنب مركا مالين تاس كولان كيد لعاي حكمة دك صدح علامة يهيد لبا حكمة دود باكو كيفي مد ألا إذن كيبا يهيد الله سيدا قدره من الله سبحانه وتعالى مؤمنين تأيهم منافقين تكل الشرعي إلا المؤمنين تأي منافقين تأي إذن كل شيء منافق وهب الهب اللوى منافق وحي إنه عاسي إذن كسوة دك مهي إله إذن دال عسين مهي مركا السبب كي كوك هلا بحي لها ينبو الله سمعين يا سبحانه وتعالى وما أصابكم وحي إذن كرد عيو إذن أصيب يوم مال التقى الجمعان لبدا جماعة أي كل مين جماعة المشركين هي جماعة المؤمنين فبإذن الله إلهي أمر كي سوياني إذن كي سأل ما أمر كي سوي فبإذن الله ألا أمر كي سوي ولي علم المؤمنين حكمة ذك لي كجبت ولي علم المؤمنين إنو ألا مؤمنين تؤغاد علم ظهور وصو صار وكل أغيهي ألا إنو صو ظاهريو إيه ولي علم إنو أغاد وصو ظاهريو الذين كو النافقوا منافقوا بي ويكال عدادا وينكال عدادا منافق ورلني وعرر عقوب حكدي وقيل وحال لغير الله منافقين تتعالوا كاليا قاتلوا الدقالما في سبيل الله ألا وددي سأود دقالما أو يدفعوا أما الدفاع والدفاع صغلوا سوات كبضية تدك يعني تردي سبضية والدفاع مركي فرنتوه رح تقيني أما فرنتوه رصغلوا دقالك هبك قاتا أما ضدك سود بشوق ومدوبين يتردي إن هلا أركو الدفاع قالا وحكلوا الدفاع كمذا تقالما أما عروتي يهوي في الدفاع أو يحجين أن لوغا صبحين بيكاليغ انتهي قيل وحال قولي لهم منافقين تتعالوا كاليا قاتلوا الدقالما ليري في سبيل الله ألا وددي سأود الدقالما ألا الدكتي أود الدقالما أو ادفعوا أما الدفاع والدفاع قال فرنتوه رهبت تقيني الدفاع قال معناها سوات كبدية وي هو يددكو هذي فربنيهين ودد فربنيهين وهيرك صوكعو عدو أولاني والنحيا وي وديهن ماي مكا سوات كصوت بدية ليري سيدا سيالا ليري بفرنتوه رهبت تقيني واكا السحابه عبد الله بن مكتوم عندها لا مالك قادسية سوى عال مدوة عند لا بودت كذا بس عدا ورواتي اللي يقول عدو الداري محاكو كاني بالليريو سوى كان بدي بول تد كان بدي بول ليه بكم حال يقول المنافقين تي أما دجال كجال ودي فرنت هو رجال أما الدفاع قال أن صوب بدي نسود دبتشوا قالوا حي أهلي عبد الله بن مسعود باله عبد الله بن أبي باله لو نعلم هدان أجنهي قتالا دجال هدان أجنهي لا تبعناكم وان اذا فاعلهم بؤلي ينن كاسيري هم ايغو كوا منافقين تاهي اغربو وي ادو يهن للكفر قالمدا يوميدن مالنتا منهم ايغا حقودا وحي اوغا دو يهن للايمان مالنتا قالمدي ايمانكا قالمدي اوغا دو يهن للكفر دا
هي للإيمان اللبض بو حيكوت على قيان أغرب ناس يكوت على كعلماء عربية دو حيرانين لب حرف أو إسكم معناه إسكم مالكم تعلقان بينهن إلا إنه أفعل تفضيل هاي مويان أغرب المرك وأفعل تفضيل مرك لقبض هذا بواتك جرني نو حوجي يرسو تاجن تاي معنوه حوي مال تاعي ضاه مرك يسيد عليهين قال لي ما دي إيمانك قال لي ما دي وقدوه مرك ورا بقالي أهين وقدوه معناه دو حوي قال لي ما دي بالظاهر سدوي وقال لي ما وقدوه معناه دو حوي قال لي ما دي بدوش الصومري أول هوس تجيرتي يدوش الصومري مرك ما يشاهره وحوي لو نعلم القتال لتبعناكم الله بس يوضع لكم فصيريو هدان دقال أبن هاي وحوي واني صورها عين الدقال ما أبنه وان نفتحور وحنو الدقال ما هي حريني وان نفتها ورنه مرك النفط هي ذا كتور من الدقال يوم يدك لو حوي أنا قد دقال بكمور هيني تدقال لمن أمي إكريني دي وحن محانو إذا كان راعي ناوي أنا قد يهي قان إسكتشوه ناوي قالوا حي له دي لو نعلم هدان أبن هاي قتالا دقال هدان أبن هاي لا تبعناكم وان إسرائيل هاي لكن دقال ما يشرين بين هنا نفتي نوم بعد هلاقي سان مويان وحقي ما هو طرى سان مل الله مركو عليهم يو أقربوا ويؤدوه للكفر قال لماذا يوم إذن مال انتهى منهم يجي جهاد هذا مركي لا يجو للإيمان إيمان كمركي لا يجو وقال لماذا إيمان كواحد وقدوه يهين قال لماذا وإيمان كود مركي ورا أفكار في سواه إيمان كان موقضي أدر قال لماذا يبغى موقنا يسوي مركي قال لماذا يؤدوه يهين واسداس يقولون وحي أرنيان بأفواههم أفكا وحي كليهم ما شيء ليس أناهم في قلوبهم قلبيالك وذا كتشرين أفكا لا إله إلا الله محمد رسول الله بكليهم مؤمنين بأناهم قلب قوضنا قال لما كتشرت وحينا قلب كوهينين بأفكا كغدا واقيا بركة إيمانك دواء تستيق قلبك يقرد عربك يحبونه لك عمل فلو يقول أفكا باركيس ويا وحوضي يقولون وحي أرنيان بركة الله يمروا الباء بأفواههم أففيالك وذا وحي كده ما شيء ليس أناهم في قلوبهم قلبيالك وذا كتشرين قلبك قال لما أغوشرته والله قال لنا أعلم وأغيهي بما يكتمون وحي قرين أيان وقال لماذا مالك اللوغة تقمي والغاء بالمريوين إنك استبه هقر سنادهان وحالي دي صدح قور مالك قفك وحاحون الكتيرو صدح قور مالك وقر سناته وسامحمه مالك دموا اللوغان هذا الكيسا لغوغان وشبيسا لغوغان فعل خوصمين بالغوغان فوح عيب قرسن كرائي ماتيرو مدير كدب عيبت واسو الظاهر إسا مرك الله بقى أقوى رسول الله رنتنا ويجي معناها والله الله أعلم أقيها بما يكتمون وحي قرنا يانو قال لماذا الذين قوة قالوا كيروه الذين داس تاهر على قصفين الذين قوة وي هدي مبتدل قدرا واسدهم يغو قوة نوعا منافقين تاهي الذين قوة وي قالوا كيروه لإخوانهم ولا لهد حق وذا كير ولا لهد لفت وذا كميدهن حق ولا لهد وحي كير أهل الشيكاء وقعدوا هذا الفريسي وحيده لو أضعوا ذوي مقول قولكم وقعدوا ذوى جملة حاليوه الذين كووا منافقين تقالوا يلي لإخوانهم عن إخوانهم ولا له تكيري والحال قعدوا أي فريستان وإذا قالك كفريستان وحيده هذين لو أضعونا ولا لها يهدين نجيلي لهايين ما قتلوا لما الله إيه وحوي ولا لمدوا ولا لمدوا على شرطي دين تماها مركدتك خيرا سارد المنافقين تأهين إذا قالك كل انتبهوا حيليهم هذين نجيلي لهايين ونلتشوقي لهايين أنو إسكتشوغا نري مدينة إسكتشوغا حبحنا نري هذين بنجيلي لهايين مرة بماشا لغم الله ينبي قالوا وحي الذين كووي منافقين تقالوا يري لإخوانهم في إخوانهم ولا له تحقوا ذكيري والحال قعدوا عن القتال دقال كان كفر يستي لو أضاعونا هذين نجيلي لهايين نقا أمر قادلنا ثلاثة يجيلي لهايين ما قتلوا لما الله ين الله حجر قلوا حات كترا فدرؤوا كعليا عن أنفسكم نفتين الموت لما شك علي إن كنتم هداتين صادقين كورهم شيغيوه هدين هدي إذن يالي لهاين إنا ندنتين هدي إذن يالي لهاين إنا ندنتين هدي هنتين تهي إذن كبدا إسك الدفاع الموت بلقوا إسك بداية على إذن كبدا إسك عليا مركز دابا ما أهالي إن دقالك اللقات شوغو موتكو كومات صغنا مربو دقالكو يهي يوبا موت في الدفاع يهي وي مركز دقال لقالو مركز موت بدفاع يهي خلق فرب بالا دفاعية قلوا حاط كتير أبا ليه لكوة السيدة عليه فدرقوا كعليا عن أنفسكم نفتين الموت غير كعليا إن كنتم هداتين صادقين كوة كل شيء هدي إذن يالي لهايين إن الله لايين هداتهم كل شيء سان الله عليه ولا تحسبن ها أم لايين نبقى هذا الكوكو سعودة
الذين قتلوا للايي في سبيل الله الا وددي سلغ لايي امواتا كوادنتي هاو ملينا بل هم يغو احياء ونولهم عند ربهم رب قد اكتيسا يكونوا لهين يرزقون وانا الارزاق اما عند ربهم با يرزقون لغو ارزاق وي بركا وحوي وها مكي على الوالا على علي كل دد با دي هذا الله يا لا مقلي dadkii dhintay baa loo calaali markaas aanay maba ayna dhiman ku waasi haba dhigina way dhinteen allaah aktiisa ku noolina wali ba lagu arzaaqayaa way markaa nabiga muhammad uu suurayo waxay culimadu yidhaahdeen waa nolol xaqiiqo ah bay yidhaahdeen marka riisqigana way cunayaan bay yidhaahdeen riisqigu waa dhab bay yidhaahdeen nabiga muhammad wakiilaha qanaadiil waxay tagayaan arshiga nolol kala lalmaday hoos tagayaan meeshii doonan bay jannada ugu foofayaan waa nolol inagu aynaan garanayn laakiin nolol xaqiiqo ah ka soo qaad maba dhimanin baa wala arzaaqiba wayna ogihiin ee walaalahooda adduunka iyo qaraabadooda iyo way ka warhayaan waxay xaaladoodu yihiin way tamaninayaan fariinta wax ka gaarsiiyay ay tamaninayaan allah wuxuu leeyahay wala tahsabannaha ummalayn wa mukhadab nabiyullahi muhammadow marka nabiga yaani ha ummalaynin marka la leeyahay dadka sidaa ugu sheeg bay ka dhigan tahay alladiina duuna wa mafcuulki hore الذين كو يقتلون للايي في سبيل الله الا وددي سلغ لايي اموات كو ودنتي ها املاين مفعول في لباده حسبات بل هم احياء وينولهم ونولر دبا عند ربهم رب قد في سيكون لهم يرزقون وانا لا ارزاق يا هلكاس كدس قناوي ورزق الله او اوغلاده وي marka de dadko dhan gaalada lafteeda weynolihi wala adaba ya qabriga lagu adabaya marka noloshaasi culimadu siyaabo kala duwan haday u sheegeen qoliyo waxay leeyihiin jasadkoodi qabriga ku jiray bay ruuxdu u imanay jasadkoodi waa barraaxaysanay qoliyana waxay leeyihiin ruuxda lafteedii barraaxaysan laakiin xaqiiqa waxa ah nolosha oo Alla ku sheegay nolol dhab ka soo qaadoon ma dhimanin farxiina way ku faraxsan yihiin waa xaala halkaasii farxiina xaala ay ku faraxsan yihiin bimaa ataahumullahu alla wuxuu siiyay oo min fadlihi fadlihiisa fadligu alla siiyay waxa weeye amalkoodi baa la yar marka waxa alla u siiyay farihiisa markay eegaan iyo nicmadii barwaaqada alla siiyay waa fadli fadligu waa isiin alla weeye fadligu sidiisaba marka wuxuu alla ku galadeystay bay aad ugu faraxsan yihiin ah ma rabaan meel kale inay u noqdaan way sabsiruuna waxayna ku bishaareysanayaan ku faraxsan yihiin billadiina kuwi lam yalhaquu an suhalilin bihim iyaga oo min khalfihim gadaashooda waxaa la ogeysiinayaa dadka mujaahidiinta jihaadka ku dhiman doona iyo muuminiinta walaalahooda ehelu xaqqa ah yaa li ogeysiin doona marka dadka ka daba iman doona oo meesha lagu iman doona iyay ku faraxsan yihiin oo maxay ugu faraxsan yihiin ba allah khawfun cabsi calim tusooda inayna ahayn walaahum yaxzanuuna ayna murugoonaynin iyay ku faraxsan yihiin walaalahooda ka dambeeya waxay ku faraxsan yihiin inaan dhib ka soo horeynin wax dhibaatii haysanin bay ku faraxsan yihiin waxaa la yidhi markii waxaa alla su-aalayaa baa la yidhi maxaad doonaysaan oo la idiin yeela ina la celiyo oonu soo dhibanno mar kale marka waxaa la leeyahay wax dib u noqonaya ma jiro soo dhintay wax kala sheega marka loo fariin naga gaarsiin bay yidhaahdeen waxaanu ku fiicnaan lahayn dadka iyagii naga dambeeyay barwaaqadan helay shahaadadu qiimaha ay leedahay naga gaarsiin bayna allah baa inaga yaa ka soo gaarsiiyo marka waa kala leeyahay sheeg qiimaha ay leedahay shahaadadu farxiina way ku faraxsan yihiin bimaa ka aataahumullahu alla siiyo min fadlihi fadligiisay ku faraxsan yihiin fadliga waxyaabo tafadluhu la iska siiyey wey oo alla uuna ogahay way sabsiruuna waxay ku bishaareysanayaan ku faraxsan yihiin isugu bishaaray hebel baa soo shahiidi doono hebel heblaya iman doono heblayaashii baa iman biladiina kuwii bay ku faraxsan yihiin lama yalxaquu aan weli soo haleelin oon u iman bihim iyaga soo haleelin oo min khalfihim gadaashooda oo laakiin soo haleeli doono ka daba iman doono oo farxadda maxaa keenay allah khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha kuwaa imanaya iyaga laftoodana ma aha walaahum yaxzanuuna mana murugoonaya farxaddu waa halkaa yasabsiruuna waxay ku faraxsan yihiin oo isugu faanayaan oo aad isugu bishaareynaya binicmati nicmo min allahi alla ka ahaatay iyo wa fadlin fadli wa ana allaha allana laa yudiicuununa haladaadinaynin bay ku faraxsan yihiin ajra almu'miniina mu'miniinta ajrigood waxay heleen barwaaqadii markay ogaadeen ba waxay ku faraxsan yihiin walaalahooda ka daba iman doona waxa ka soo horay hebel iyo hebel baa inoo iman doona waxaa heli doon waxaa kaloo ku faraxsan yihiin oo isugu bishaareynaya oo ay ku sheekaysanaya bishaaradu waa sheekaysiya nicmada iyo fadliga alla siiyey waxyaaba ayna filaynin ba alla yaa alla siiyey waxaa kaloo ay ogaadeen allah ajriga mu'miniinta inaanu man dayacayn adduunka markaa joogta adigu wax waad iska samayntay ma diiwaangelinaysa mana qorays allah baa kuu diiwaangelinaya hal xabada in yarna laa ilaaha illa allahu kaafakan mays
سبحان الله كافة كان ميسي كل واحد كودي وانقشينه تلامذة قاضي كودي وانقشان ووحوين الله غفر حينا الله وحبك أهل ذادينه وكي عبد الله بن مسعود قال أنت مال حلقة سوورة شيء أذكار قاضي سواء سكت بقاضي سا أو ترينا يسوع كي عبد الله بن مسعود صحابي في بني هذيل ترينا يسا مركزور محاضر ترينا يسا وحجر إلهي باتن إدين ترينا حمانتينا ترين لكن تن الله بايدين ترين وحبها ترين وفرها كقاضي كوذا ولدين اسكوذا واحد الله وحليه يستبشرون وحي كب بشاري سنة يعني السقوب بشارين السقوب بشارين توا فرحدة في النعمة النعمة من الله الله كاتي وفضل فضل وأن الله ألنا وحي كفر حسين أن الله ما شهر يكون كعد بالنعمة انت كعد فانتهي وبأن الله معناه كذلك انتهي وأن الله ألا لا يضيعون هل دارين إنه بيلهين أجر المؤمنين مؤمنين أجر قول الذين كووا يكواسي أمانني وفضلك مؤمنين تؤهوا أجر قود الله اللينين استجابوا أقبلي لله الله أقبلي والرسول رسولك أقبلي من بعد ما أصابهم انتو أصيب كذب القرح ناوع يدمشدوا للذين كووا حوصنا أحسنوا صمفلي ومنهم إياق كمدا واتقوا ربك واتكبقي أجر الأجر عظيم نووي آياد وحيا هاي مركز لبوك لفوت قاضي لقالك يوحد يا مشركين تي ويكعين قلب قودة عرشي ألا كرهدين أبو صفيان با مركب وقصوفر يادت صوص على وليد كسر رقال علم دونا انتا أشهد وليد كسر رقال علم دونا وكان نبقى وحوف كيري إنو أود موسيو مركب حلوان بحينا نين شالي دقال كي أها أن كتيرين إسراع مهيو دقال كي شدي كتير وين إسراعان إلا تدباتا ميلها يا صوبح لقار ناوع كجر قار با إسلودين ناوع نسقبا قار كي ناوع عمبا لقدبت قال دي بو حلو موجينيا ان الحوغ ليه قوت شبن ميل ليله الحمراء الغميمه اما حمراء الاسد ليله بيتغين مركاسا ابو سفيان و كوور هلي مركا ان ميشا لا تغي ابو واخ كداي مرك دد بو صودره و خوري نيل ليله هدو نعيم بن مسعود الاشجعي بكور واحد كتله هدا دد كي ودن و يدي ودا اوروري مركا وا كوا كوا عجيبه يغو داو عي قبا كوا عجيبين وا كوا وني كوا فضل قبدن اجر غودا لغا دياعين وها كلو ليري ابو سفيان مركو تغي و خويري وا انو سنه كا دنبه يي بدل بو يري مركا و تغي وا لغا بلن قاداي سنه كي دنبه مركو نبيو بخاي او لا بخاي يا قولدي كلنا سو بخهن مركا نبي الله محمد و خاي تغي بدر باي تغي بدر سقرا با ليرا و هو يسو ganacsi baan ka jira markaas oo maalmaalin la isugu yimaado markii bay tageen qoladii gaalada ahayd waa la balaaya ku dhacdayo way isku soo dhici waayeen way ka noqdeen meeshii bay ka noqdeen markaas saxaabada iyo nabiga ganacsigi lacag yar oo haysteen way ku soo taajireen faa'iido badan bay ka heleen wax dhibaato soo taabteen ma jira labada qisabana way jiraan alladina kuwa way aan ajirgooda la dayacayn isajabu aqbalay lillahi allah aqbalay wa rasul aqbalay markuu allah rasuulku u baaqay أين بحنا معكود دعوها من بعد ما أصابهم القرح لباتضوا أنت يا سيد كذب قرح وأصلها ودعوة مركد ذلك لفتيس ودعوة وضد كبا قيب لمتي للذين كيو حوصونا ذي أحسنوا صمفلي أو أمر قاتي أو كون وكلا ومنهم مؤمنين تكمذا واتقوا ربك واتكبقي أمر كي النبي يالي أجر أجر عليم وين الذين كوا وين كواسي قال اللهم الناس ضدك وأيري إن الناس ضدك قد جمعوا إذين كل من لكم إذين كدرتين بأو كل من فخشوهم عبصد أو بقى فزادهم بحوزي هذه هذا الكاسي إيمانا كالسوني إيمان بحوزي هذه وأنك النعيم بن مسعود الأشرعي أها أما وقلده وفت لمن في سفر كي عبد القيس أو نحن سوى سفر مركا مالين تبدل أو كل دنبال يسوى إيمان دونه قلده ريا عبد القيس با يا مؤمنين تأرقى بحين إيسا marka dambe ay daawacay marka hore wuxuu daawacayeen ninka nuucay bin mas'uul la saaciil ila baale dadku way idin kulmeen dadka uu kulmay uu sheegay waxa weeye arabo dambe ay idin kulantay waxa weeye nimanka quraysh la oran jiray iyaga qad nafaan iyo xeebali wali soo kii saacay war absado dacagaha wax ka daya sidaas oo kale markaas ay iiban bay buu si kordhisay kalsooni waxay ogeeyeen in Alla u gargaaray haday daacad noqdaan markaas waxa uu xasbunallah wa ni'mal wakeel ilaah baa lagu filan bayna wax wal bahaarin kuma dhicin الذين كوا وهي قال اللهم الناس ضدك ويري الناس ذات ونعيم بن مسعود الأشجعي ويان إن الناس ضدك قد جمعوا لكم ويدين كل من الناس كانوا ويدين كل من إليهن وعربتي قريش وقامين فخشوهم عبصد بينهن ميهم
كمان كم فوح بعد كوسو سعطاه بيسنة وهو يب أبصده أو بقى أو عده وهكذا يا فزادهم هذا الكاسي وزيادين إيمانا إيمان كودي بسيح وقيس كرسوني دودي بسيح بدتاي وقالوا وحيدهم مركا حسبنا الله الله بأن نقف لن بينهن والنعمة وحانا ونفسنا الوكيل كل تلسارته المخصوص الله وكلمة نبي الله إبراهيم مركي دبك الغطوري ويلي حسبنا الله والنعمة الوكيل خلاص إلهي وكف لن يهي أمدي دتك آمنة وكف لن يهي قالوا وحيد حسبنا الله الله ما نغفلا حسبنا كفلا شهر له الله وين والنعمة وحاونا أكسن الوكيل كل تلس أرتاونا أكسن الموكول عليه كدشي سلا تلس أرتاونا أكسن مخصوص كوام حي الله الله مركا قفك تلس أرتو اسكوها اللي فانقلبوا وحي لسوا النقدين بالنعمة النعمة لسوا النقدين ومن الله ألا حقي سكاهاتي إيه وفضل فضل إيه أجري لم يمسسهم متابنين سوء حمان متابنين واتبعوا وحي فاعين سدوان الله ألا رابد أهشي سيفاعين وحي الله ذلك أهب الرعين والله الله سبحانه وتعالى دو فضل فضلك أصحيب ويعليم نوي وحوي فانقلوا بنعمة واحد مركي تقين حمراء الأسد مركي تقين واحد باتال لما يكل من وحوي وي صعدك ويلا صعد بحينه اللي باتال لما يكل من قناعس في عنا ويسوهلين هدي بدر تجاني هدي عبراء أسا تجاني لما ضبا جناع سميشة كتير كسر فائدة يبغى واحد باتي تابني إنه وسون غدنا فرحا قال دينا أي أرجع حدا أي عبسته يكسر دعوي فانقلبوا حيل سون غدنا بالنعمة النعمة من الله ألا حقي سكاهاتي يبغى فضل فضل ديري لم يس مرك النعمة يبغى فضل وأجري يبغى حيابه جناع سجاي كسر قول يستين لم يمسسوا متابن سوء ثمان متابن واحد به متابن تقال بالمجل ولا قع عرر ولا قب غي واتبعوا حي راعين رضوان الله ألا رابد هالشي سير راعين ألا رابد هالشي سير راعين وحوي وحي ألا رالق كأها بي راعين ومرك النبي كأمر قاتين وبحينه أي قال ذي كاتسدين والله ألا نسيري سبا ذو فضل فضل كون صاحب وعليم نوي فضل بسي وإناية لذا كبرنا إن لمانين يقيبت أي كبتين الله كسي سبحانه وتعالى إنما ذلكم كاسي كنت وحي كل عدتك لله إنما ذلكم كاس إذن الله لي إيه عبسد إذن يرأى الشيطان الشيطان مروا لوي يخوفكم وي مع فعلك ويحيدونك عبسي قلن أولياه بأوليائه ساحب بدي بيدونك عبسي قلن قال ذا فلا تخافوهم هكبقنا وخافوني أنك إكبقا إن كنتم مؤمنين مؤمنين هداتين أنك إكبقوا إلى الله معناها عبسد الله يا عبسيك لا يسوي من ما يسوي هكبقن عدنا هكبق الشيطان هكبقن الله وقرقاري معي الشيطان كان مركوا الشيطان مرونوي ونعيم بن مسعود الأشجعي مركوا ليه بقى مركوا يخوفوا مفعول كيدي وابعانيا يخوفوا كموي أولياء هنا وحوي مسؤول من الخافز وحل إله بأولياء يريد كل عرس الجنة معناها هدان لدينا أولياء السيدة هذا مفعول لو قدق معنه هو نقل والمفعول كان لسوء قدر يخوف أولياء أولياء دي سيبوا عرس الجنة قال دي بعرس الجنة بمعنه نقلين لأن مفعول لا سمعين فعل كان والله كان السيدة أصلا دهن إنما ذلكم كاس إذن لها الله يعبصد إذن لها الشيطان وي يخوف إذن كو عبس قلين يخوفكم إذن كو حو إذن كو عبس قلين أولياه بأولياه إذن كو عبس قلين ورواكنا الوالدين كل ما والصوص الصعد أبولي فلا تخافوهم هكبقنا وخافوني أنك إكبق إن كنتم مؤمنين مؤمنين هداتين أنك إكبق معناها مركات الله كبق دان أنك إكبق دان عبس ذاك الوكن نبتقلي ساوين ولا يحزنك نبي قال لغوية يينكم رقلين الذين كو يسارعون أدقدق في الكفر قال لماذا محايا لي إنهم يقوا لن يضروا الله الله دي بمهيان شيئا شيئا كل بمهيان معناها الله دي بمهيان معناها دي حوية وحبكم يهي لمهيان هو قال هذا كدقدق ومنافقين تالين أما هو مشركين تالين بل كدقدق معنى سنو حوية أردي مهيان وعقه وكده مهيان وقال لماذا هو الشيء معنى أهي قال لماذا كدقدق إيمان كيف قال لماذا سوككا سومرنا وهدقدق سوما إيمانك يجو ولي قارن بيقال لي ما دي كهر قادنا يا ولي مركا كواس دق دق قال لي ما دق لي حق الديدن الله وحبا يلي ما يان أدقنا وحبا مكو يلي يان وحبا هكو البهار بالي دان تاذا كلاوه مركا دعوة ده قفك يعني عدي كو يشون دعوة ده قارتين كي ديدة الله إسي أليه سعود ده الله الله حساب تميين ولا يحزنك يانا يكون مرقا لن الذين كو يصارعون أدق دق في الكفر قال لي ما دق 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 محايا لي أوضن وقمرقون إنهم يقول لن يضر الله الله دي بمهيا شيئا إيرنا كل بمهيا حكمتك لي كجرت وحوي يريد الله
الله وحو ربا الله وحو دونيا ألا يجعل إنونا أيال لهم يجعل حظا في الآخرة آخرة ولهم عاصمنا عذاب العذاب عظيم نووي يعني كوا قال لماذا كدك دي وهذا نقول بهار مركه رأي الله وحب يال مهيان مدك الإرادة الله وحي كانتي وألا وحو إرادي إنين آخرة نفكو يال مركه يقاب أيان درن لي يقاب أيان درن يريد الله ألا وحو دونيا ألا يجعل إنونا أيال لهم كوا قال لماذا كدك دي حظا في الآخرة وإن آخرة وحنا صيبة كلهين ولهم عاصمنا عذاب عذاب عظيم نووي marka de maxabad gobol bahari way waxa saaba u dambeeyay allah baana iraadadiisu sida keentay maxad gobol bahari baalay allah wuxuu leeyahay innal ladina kuwa ishtaraw al kufra galnimada iibsaday oo soo gashaday bil iimaani bay ku iibsadeen oo iska bixiyeen iimaanki bay iska bixiyeen lan yadurullah alla ma yeelayaan shay an shayna allah wax ma dhibayaan lan yadurullah allah ma dhibayaan shay an iyadna ku dhimaayaan walaw muhawahadi adabun adab aliimun حانوتي مؤلم معناه ويب سد معناه هو إيمان في فرصة بيوهله كي يدعونه يأشر يأشرح يبى ماشة تاجر مركز سري واحد عن تكوها يانو قالوا كده جيها إيمانك أي فرصة هلين قال لي ما كدرتين أنت إيمانك إسكت طورين فقال لي ما كدرتين قاس على واحد من يليان والبهار كود إسكت دعوه إن الذين قوة اشتروا الكفر قال لي ماذا يسدي والله صاق الشدي بالإيمان بدل الإيمان إيمانك بدل كي ماشي مؤمنين كن قل الله هاي لا يضر الله على النبي ما هي شيئا إن يرن كل ما هي وحير بها هاته ولو محاوسونا لعذاب عذاب أليم ومؤلم هو حانوشية ولا يحسبن ياني أم لين الذين كوا كفروا قالوا بي أنما نملي كرشد أن كرنين لهم إيقا أولو النعمين إنو اندبوا دقين أو عقابت أسوى دقين خير خير إنو أتاي لأنفسهم نفتوضا إنما نملي وان كرنين واندب دقين لهم إيقا وأولو النعمين ليزدادوا سيئات سدان إثما دنب أسيئات سدان ولهم حاوسوا بناري عذاب عذاب مهين أدلية باوسوا بناري إنما نملي ذا يحسبن فاعل كذو والذين أنما نملي ذا سنو ومسدرون ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم بمعنون نغنية كرشد أن كرنين وأن عقابتي كدب رقين وأن بلايد اللوسود الدجينين إني خير أطايين أمالين waxa ugaafi inaan lahayn iyagoo markii dambiga la yimaadin ba ciqaabay timaado si ay u toobo keenaan oo soo noqdaan ila ciqaabtu waa degniin marka korashadan koranayna macnaheedu waxa weeye in dambi u sii siyaadsadaan marka waxa la yiri qofka cimrigiisu dheer yahay oo khayraad uu ku dheer yahay uu fiican yahay laakiin qofka cimrigiisu dheer yahay oo dambi uu ku dheer yahay waxa uga fiicnaan lahayn isagoo degdega oo dambi badan aanu galin allah wuxuu leeyahay walaa yahsabana yayna ummalayni الذين كوا كفروا قالوا بي أنما نملي كرشد يد أن لهم إياه كرنين أن إملاءنا وي كرشد أن كرنين لهم إياه خير خير إنه إتهي لأنفسهم نفتوضين خير إتهي إنه ملايين وعدب إتهي إنما نملي وكرنين لهم إياه وعدب لغينا كرشد معنى هذا وحوية عقابة بأنسوا الدقدقينين والله نعمين ليزدادوا إني كرر سدان أما سيات سدان إثم الدنبي ولهم حاوة هذه عذاب عذاب مهين أوين مهين دلية ما كان الله قال لما أها سبحانه وتعالى ليذر المؤمنين مؤمنين تكي كجتجية على ما شيء أنتم يدك عليه دش ساعتهم حتى يميز الخبيثة إلى أكسر كحن من الضيبك ونكسن إلى الله كسر هذا الكوحوء جهة إنه أرضعي قلد منافقين تاء الله سبحانه وتعالى مؤمنين تحالد أي كس جيهم وإلى كل حجرتان ألا دين مهي حالد هذا هدا كسوغنتين إذنك يا مؤمنينتو إسكو لح شركة ألا مديني سبب هاد كوكا لسوء ملاه إذن بو الله سمعيني يوم مركا خير بايا هاي دقال كي يحوث خير بوها منافقين تبا كسو عن تولي أغاري إلا اندتك اللو وحيون ما يهبلوا منافق أقول الله ما يوم ما كان الله ألا ماءها ليذر المؤمنين مؤمنين تكوكا قد تقيئوا كد ديني على ما صفاء أنتم يدكوا عليه دوشي ساتين حالد ذاتهين حتى يميز الخبيث كحن إلى أكسر منافقة من الضيب كونافسا صبت إبا لكيني وما كان الله ألا ما أهل يطلعكم كيد دالعسين على الغيب وحمق كيد دالعسين ماها ومعنى أنتم إذين وحيو المنافقين تإذين شيء ماي ولكن الله لا يجتبي وحود دورا من رسول رسول شيء سحق هذا ما يشاوقفك دونه وحكمة أو شيء أو دالعسيني معنى هو حوية دديه
منافقين توالين كمرة يا والد كسوع يا حساها تغيب كل دين شيء ما يهيب الوام منافق وقاعد يهيب الوام منافق وقاعد لله ماي النبي قال له شيء ومنافقين تلو شيء يا ول وعلامات هذا منافقين تلو قرر النبي قال والله شيء لا دوري صدقني أنت منافق ك ك ك وكنبي قيد عليه الصلاة والسلام سقو مركه ورنا الله شيء إن علامة لوجر تلين تعرفهم بسيماهم في لحن القول باتكوجر هذا الكود قال له عنه هذا ضلبت له بالوجر أنا منافقين تلو مركه النبي قال سجارة الله وشيء لكن دتك وحل ليه منافقين تلو دي شيء ماي إيه سبب كي كسر عملها إنه منافق نفاق وغص الظاهر لها بالله سمينا يا وي وما كان الله علمها ليدلعكم كإذين موجين معناها إذين دالعسين وإذين موجين على الغيب وحمقا ولكن الله علم يجتبي وحود دورا أما الدورتا من رسوله رسول شيء حق هذا من يشاو قفكو دونو الدورتا الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد بو الدورتا غيب كينا يساقو أشاقو منافقين توقيسيي فأمنوا الرمية بالله الله رمية ورسوله رسول شيء رمية ومعناها الله سبحانه وتعالى غيب كإذين دالعسين مهيه وحي قال لي يا رسولكم إذين شيغان فنقاتوين وهدونين إن غيبك الذين دال عسيو إذينكم وحقارة وقاتين هدونين وحا النبي إذين شيغان الله إذين شيغان فرمية وين آمنوا فرمية بالله الله فرمية ورسوله فرمية وإن تؤمنوا هدات فرميسان والمؤمنين نقطان وتتقوا ربكم ربك إن كبغدان فلكم وحا إذين سبنا لأجر الأجر عظيم وين إن تؤمنوا هدات فرميسان والمؤمنين نبا نقطان وعلى وحي فرمية لي وتتقوا ربكم ربك إن كبغدان فلكم وحيدين سجناد أجر أجر عظيم لون وحالي لمرك غيبك الله مو يوحق مجره إيوه رسوش غيبته وقيسين رسوش ما وده وقيسين غيبك ما ده وقيسين قصير روح الله شيخ نفي حجاج من يوسفها إذا دل كبرنا قرآن كان آدبه يقينين يعني فاليه ويمد وحاول لك حام بو انتو دلك كقاد حجاج من يوسف يوتري لك حام فربضان قرورة يوتري بركاسوري قرأ نكي منجم كه أما فاليا أنتو فال كيد لقي يقولوا أنت صاحب النقطة حجاج بن يوسف أن توبة كلو قاضي وقروره عونا ترينن نكي منجم كه فال كي يوحي بالسماي وفوق في وجرواه مرة بعد مرة دها بركة حجاج بن يوسف يقول محاسدنا نكي باجي فاليا هاها ميادا تندب ترينن بول ما يمترينن بول هدت فيه روح أنكو قرتبوا الغيب تبي كبح ذو أديق أو جابول لكن تنو غيبك كما بحر وحب بني آدم يغيب المركب مقرن كارو فالك سوس هاري هو وقصة عجيبة مركب غيب كوي عد شاقن كتامة لا يعلم الغيب إلا الله هي الرسول شوحي وغيسي غيب وغيسي الله عليه سبحانه وتعالى ولا يحسبن يين أم لين الذين كوا يبخلون بخيل عشان يا معنى بما أعطاهم الله ألا وحسيه رزقه من فضله رزق جيسا هو بخل غاسي خيرا خير يين أم لين لهم يق خير إياهي يعني أم لين بل هو بخرج شر شرب لهم يقو إياهي سيطوقون واللغ اللقون قلين لقون تعالى الله سوري ما بخلوا به وحي لب بخيلين وعشرين يوم القيامة قيامة يوم كيسة معناه وحوية بخيل لماذا وحوية البخل والشح بخيل لماذا وقفه وحا وهايسته وعشده شح يقول وحا وهايستانه وعشده وحا دتك كلانا إنا الله بحنين بدوني وشح وياه ومن يوقع شح نفسه الليل marka waxa la qofka wixii aan ku waajibin haduu cishado bakhayl ma aha waxaan ku waajibin haduu cishado bakhayl ma aha laakiin wixii ku waajibin markuu cishado bakhayl marka sayd waqoon ma bakhlo bihi waxa lagu fasiray qofku waxa uu cishado marka waxay u eegtahay wixii waajibka sida zakadi oo kale iyo yey u eegtahay marka waxa la yidhi zakado kale sida nabigu sheegay markii la qiyaamaha la tago mas daran ama halka aad oo labada abuur ka kicinaya baa loo sameynaya xoolihi baa maska noqonaya shujaac aqra lahu zabiibatan labada abuur ka kicinaya markaasuu ku dhufanaya ana kanzuk ana maalug buu leeyahay waa lagu ciqaabay waa lagu ciqaabay waa kala yiri inta la goglo yaa isagoo qurbac yarina aanu ka maqnayn waxar yarina ka maqnayn baysa u dulmaryan wada cideedaa dheer inta qiyaamaha la joogo marka dama jannada ba la geeyay haduu mu'min ahaay waxa weeye adduunkaaba lagu meesha maxsarkaaba lagu ciqaabayaa weyn walaa yahsabanna yayna ummalayni الذين كوا يبخلون عشان يلا بخيل بما أتاهم الله ألا وحسوا من فضله رزق جيسا هو بخل غاس خيرا خير يهلهم يقو إياه ينو ملاين بل هو بخل شر شرب اللهم يقو إياه هو بشر إياه سيطوقون واللول لقون قلين لقون تعالى الله سوري بما بخلوا به وحي لب خيلين عشدين يوم القيامة قيام يوم كيس مركب على ليه ولله ميراث السماوات والأرض ولله بعد حلك إسكالة سمدي أرضا اللهم أوهر الدونة marka macnaheedu waxay ku tusinaysaa aayadaasi
وحن أدوك ملي هيدي انت هادك عانتا كوهيسا كفايدي سو هاديك الالهي بيقول القنش إلا هو عاريات اوهيسا مركا وقتك يريد عاريات اوهيسا ألا كفايدي سو ألا فصح بكوسيه وقتك أكل وحكلا بحوهي ولله الله وحاوسمنا دي ميراث السماوات سمد الدحال كيدا الله إسكاله والأرض أرض الدحال كيدا الله بإسكاله دحال وحلوه بحنية دحال كوهوهي شيء عدي لها يتمركا لوايه عدة أصوها لوايه مركا الله وحن مركا هرب إسكال هاي isaga ku wareegayaan cid kale oo sheegaysan jiray marka macnuhu waxa weeye intaad adigu hayso intaas aad fasax u qabtay inta ka faa'iideysaa waad ka tagin ha ka tagin marka isagu wixii oo tuulana u cishtay ha ka tagin walillahi allah wa hawsunaada meedaasu samawaati samada dhalkeeda iyo wal ardi ardi dhalkeeda wallahu allana subhanahu wa ta'ala khabirun hugal bukayhi bima ta'maluna wa hal amal falaysan wiidka abaal marinaya wallahu subhanahu